أمامنا نهضة اقتصادية جديدة سنشرع فيها وتكون انطلاقة قوية. الآن أولم نستكشف الغاز الطبيعي في البحر الأسود؟ أولم نوفره لشعبنا لمدة شهر مجانا؟ أولسنا نمنحه بالفعل لشعبنا؟ وأولسنا نمنحه وسنمنحه حتى 25 متر مكعب؟ نحن كهدية من رئاسة الجمهورية إلى شعبنا أولم نفصح عن قرارنا هذا؟ ذلك هو نحن. والآن في غبر هنالك اكتشف البترول، لم نكتشف ونحن نائمون، لم يظهر لنا في المنام بل سعينا لاستكشافه، وظهر هنالك وبسبب صب الإرهابيين الذين يمشي باي باي كمال جنبا إلى جنب معهم. بسبب أعمالهم لم يستكشف البترول لكننا اكتشفناه بالفعل، وبسبب استكشافنا هذا واكتشافنا هذا فإن موازين القوى والطاقة في العالم تتشكل من جديد، وتركيا سيكون لها مركز جديد أقوى وأقوى تحصل به مكانتها التي تستحق. التهديدات التي تواجه بلادنا وبلادنا وكفاحنا تجاه هذه التهديدات سنواصله، وسنواصل مسيرتنا الاقتصادية، وسنوجه مسيرتنا ومسيرة بلادنا على قطاعات متعددة، ومن خلالها سنبعد أولئك الإرهابيين عن حدود بلادنا وسنبقيهم على مبعدة من حدودنا. ماذا كان يقول شركاء باي باي كمال؟ كانوا يقولون نحن سنكون مع المنظمات الإرهابية التي في جنوب بلادنا. لم يكتفوا بهذا بل حتى مصادر البترول وحقول البترول خطوا خطوات لتشاركها مع أولئك الإرهابيين. القامشلي إحداها، قوات التحالف تحركوا بالتعاون معها، و تأمين العودة الطوعية للاجئين الذي كان مطالب شعبنا نقيمه كجزء من هذه السياسة. الآن نحن نبحث في الطريق التي تليق ببلادنا وبشعبنا وبما يسد احتياجات شعبنا وما ينتظره شعبنا. اليوم في بقاع سوريا الآمنة عاد ما يقارب 600,000 شخص بشكل طوعي إلى بلاده، إلى سوريا، إلى المناطق الآمنة. ذللنا السبيل لذلك، والآن وبالتعاون مع قطر وعبر مشروع إسكاني جديد خلال الأعوام المقبلة سنؤمن عودة 1,000,000 شخص إلى تلك البلاد والمناطق الآمنة.